مشاهدينا بنرحب بيكم، حلقة جديدة وفنون الكتابة. موضوع حلقتنا النهاردة موضوع مهم جدا، هنتكلم فيه عن الشاعر بروح التمرد جبران خليل جبران، شاعر ذو نزعة إنسانية، شاعر لبناني، شاعر محبا للطبيعة والوجود. كمان الشاعر كان بيفضل حياة الغابات بدلا من حياة القصور، شاعر محبا للطبيعة. هنتكلم عن كتاباته، هنتكلم عن حياته ونشأته الأولى في لبنان. تعالوا معانا نرحب بضيفتي اللي هتدينا معلومات أكثر عن خليل جبران، الأستاذة تغريد فياض، شاعرة وكاتبة مترجمة لبنانية وصاحبة صالون ثقافي. برحب بيكي يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا برحب بيكي. اهلا فيك، شكرا جزيلا. شكرا ليكي، اهلا بيكي في مصر، ويمكن حضرتك مش بعيدة مقيمة في انا مصر صح كده، مقيمة وصاحبة وأنا صالون ثقافي. صحيح، تمام، صالوني من 3 سنين بالفعل. ان شاء الله. دكتور او استاذه تغريد، هنتكلم عن شاعرنا المتميز ونشاته في لبنان، كان ليها تاثير على كتاباته الرومانتيكيه؟ صحيح، نشأته الأساسية لحد عمر ال 12 سنة، هو ولد في 6 يناير 1883 في قرية اسمها بشري في شمال لبنان. القرية أساسا موجودة في وادي القديسين وقريبة من جبل مار سركيس، وهي منطقة خلابة بالمناظر الطبيعية. تمام. فهو كان يقضي أغلب أوقاته في هذه، يعني متوحدا مع الطبيعة من طفولته. ده جزء من اللي أثر عليه. هو في عمر 12 سنة هاجر مع والدته إلى أمريكا عند أقاربهم في بوسطن، لكن قبل هجرته تأثر في عدة، يعني في عدة محاور أثرت عليه. تمام. العائلة كانت تعاني من فقر كبير جدا، لدرجة أنه ما كانوا قادرين أنهم يحطوه في المدرسة، يسجلوه في المدرسة. حالة مادية متعثرة مثلا؟ الوالد كان سكير ولا يعمل. نعم. والده يعني، لكن والدته كانت ذات نشأة دينية، فطلبت من كاهن القرية أن يأتي للمنزل ويعلمه، علمه اللغة العربية، الشعر، اللغة السريانية، والإنجيل. فأيضا هذه العلوم اللي هي تعلمها يعني طبعت في شخصيته وفي مخيلته. بدأ يعني موهبته بدأت بالرسم منذ طفولته. تمام. كان يرسم أي شيء بيشوفه قدامه بيتأثر فيه، وطبعا كانت الطبيعة وكل موادها وكل العناصر اللي فيها هي اللي بيتأثر فيها، من شجر، جبال، مناظر طبيعية. فكل هيدا أثر في لاوعيه، وكل هيدا بقى يعني بعدين أضاف إلى كتابته. بس هو ما بدأ الكتابة في هذا العمر، هو بدأ كفنان. تمام. فنان تشكيلي ورسام. تمام. أستاذة تغريد، هل حياته في أمريكا في الفترة اللي عاشها والحالة المادية القاسية اللي عاش فيها جبران خليل جبران كانت أحد أسباب كتاباته للروحانية؟ هيدا جزء. الحياة الصعبة اللي عاشوها، اللي هي حياة الفقر الكبير اللي كانوا عايشينها، هذا جزء. الجزء الثاني أنه عانى حتى في أسرته، بالأسرة نفسها. والدته وأخوانه مريانة وسلطانة، أخواته البنات وأخوه بطرس، الثلاثة كانوا مصابين بمرض صدري، مرض السل، وهو في النهاية توفى عن عمر 48 سنة بمرض السل والتليف الكبدي. تمام. يعني هذه المعاناة، حتى المعاناة المرضية والألم، المعاناة النفسية، معاناة الحالة الاجتماعية، كل هذه الأشياء أضافت له بفترة طفولته اللي هي العمر 12 سنة قبل ما يسافر أمريكا. كان بيشوف في فروق اجتماعية بين الطبقات، هذا الشيء كان مؤثر عليه وأذيه كتير. كان بيلاحظ انه الملاك الاراضي والاغنياء اللي كانوا في قريته يعني بيستغلوا الفلاحين وبيستغلوا عرقهم. فكان هيدي كانت ماده كتابته في كتاباته الاولى. لما راح امريكا قعد 3 سنين كمان تقريبا او 4 سنين، والدته لاحظت انه هو عم ينتقل الى، يعني انه لغته العربيه عم تضعف. وهي والدته كانت ذكيه جدا، اسمها كامله، وفي بعض الكتب كانت بيقولوا لها كاميليا لكن اسمها الحقيقي كامله. كانت من خلفية دينية مثقفة، لذلك اهتمت بثقافته جدا. يعني هي كمان كانت جزء من اللي ساعد وساند أنه يطلع موهبته. فرجعته إلى لبنان، دخل في معهد عالي للتعليم، هو معهد الحكمة اسمه. نعم. وهو في يعني النخبة من اللبنانيين كانوا عم يدرسوا فيه. هناك في المعهد برضو ظهرت ميوله الكتابية، أصبح اسمه شاعر الكلية، أسس وهو وأصدقائه مجلة كانوا يعني يكتبوا فيها، نشرت كتاباته. بعد رجوعه لما رجع في 1904 على أمريكا، كان عمره 21 سنة، رجع إلى بوسطن، أقام أول معرض لي.
بدي أقول أنه ظهرت ميوله الفنية وموهبته وابتكاره الرائع في روحانياته الخيالية ولا موهبته بشكل عام؟ لا موهبته بشكل عام لاحظها الفنان اللي أثر عليه جدا وكان أستاذه في الرسم اللي كان عايش في أمريكا، فريد هولاند داي. مستر داي لاحظ الموهبة الكبيرة اللي عنده من طفولته لما كان عمره 12 سنة، فكان ياخد بعض رسماته ويحطها أغلفة كتب. هو كان وعمل له، هو اللي ساعده في مرسمه الخاص، نعم. انه الاستوديو الخاص عمل له المعرض الأول لإله. وهناك بقى كانت نقطة تحول في حياته، هناك قابل ماري هاسكل. ماري هاسكل كانت كان عمره 21، هي أكبر منه ب 10 سنين. تمام. كانت هي ترعى الفنانين وكان عندها مثل مجموعة ترعى الفتيات الفنانات، لكنها تأثرت بموهبة جبران ومن هنا بدأت ترعاه ماديا ومعنويا، ووقفت معه لآخر لحظة بحياته لغاية ما توفى في 1931 في نيويورك. تمام. أستاذ تغريد، يمكن شاعر جبران خليل جبران كان مؤسس الرابطة القلمية في صحيح. المهجر، صحيح، وكمان الرابطة أو المجموعة، بس في مرحلة متأخرة، كانت في 1911 بدأ، يعني أنه بعد ما نضج فنيا وادبيا كتابيا اسس الرابطه القلميه. صحيح. ماذا عن الرابطه القلميه، وهل الاعضاء الموجودين في هذه الرابطه كانوا بيسيروا على نفس النهج اللي كان بيسير عليه جبران خليل جبران؟ الاعضاء اللي كانوا معه من الاعضاء البارزين كان طبعا ميخائيل نعيمه، نعم، ليا ابي ماضي، نسيب عريضه، عبد المسيح حداد، اندريه حداد، هم كانوا يعني اكثر، احمد اندريه ايوب، كانوا أكثر المؤثرين فيها. هي رابطة أنشأها هو اللي أسسها، أنشأت للعناية بالكتابة باللغة العربية وبالكتاب وبالأدباء العرب. تمام. في المهجر، اللي في المهجر كانوا بيقصدوا أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، يعني الكتاب العرب، جميع الأدباء والكتاب العرب اللي هم موجودين في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، كانت هي الرابطة بتعنى بكتاباتهم، وأنشأوا مجلة. هذه المجلة زادت من شهرته في جميع أنحاء العالم وفي العالم العربي، يعني اللي زاد من شهرته هو لما عمل الرابطة القلمية وعملوا المجلة اللي هي كانت لسان حال الرابطة القلمية في 1911. تمام. أهم لما مميزاتها. راح نيويورك، لما أهم مميزاتها، هل هي مميزات في كتابات الرابطة القلمية؟ لا، نحكي مميزات كتابته هو، لأنه تمام. هو طبعا مميزاته في الرابطة ولا مميزاته بشكل عام؟ مميزات الكتابة عنده هو كان، تمام، يعني في عدة مراجع بتذكر أنه هو كان رائد، يعني رائد التجديد في الأدب العربي الحديث. في كاتب تونسي اسمه الهادي العيادي كتب في خصائص الكتابة عند جبران، ذكر أنه جبران خليل جبران هو رائد التجديد في العالم العربي. نعم. التجديد بأي معنى؟ التجديد بأنه كسر القوالب والمعايير التقليدية اللي كانوا يعني متمسكين فيها، يعني الأدباء العرب متمسكين فيها بأنه ممنوع نمشي خارج إطار اللي محدود والمرسوم. هو كسر هذه الأطر واعتبر أنه عشان نعبر، يعني الكاتب والمبدع من وظيفته أنه يظهر هذا الإبداع بلغة حديثة، لغة تتماشى مع العصر، تظهر جمال هذه التجربة التي يعيشها، التجربة الداخلية والذاتية. تمام. لذلك يعني اصطدم حتى مع كتاب وأدباء، منهم المنفلوطي، انتقدوا في قصة كتبها اسمها وردة الهاني، وردة الهاني، انتقدوا، لكنه جبران ما كان انه يشعر بالحزن او يزعل او يتضايق لما انه يحس بهذا النقد. مصطفى صادق الرافعي انتقدوا نقد كبير لمقولة مهمة قالها: لكم لغتكم ولي لغتي. نعم. مصطفى صادق الرافعي يعني كلمه كما ذكر المرجع، كما ذكر الكاتب الكتاب، انا مش عم بحكي لساني انا، انه قال انه تعامل معه بصلف وتعالٍ، واعتبر كان يعني، لكن الكاتب بيرجع بيقول، كاتب الكتاب المرجع يعني بيرجع بيقول انه هو كان كانه الاب الثقافي اللي بيحاول يحافظ على اللغه، بيحاول يحافظ على مقاييسها ومعاييرها وانه ما حدا يكسرها. قال له: من انت حتى هي، او هل اللغه ملكك حتى تقول لكم لغتكم ولي لغتي؟ يعني كلمه بشكل، احنا معانا لوحه من لوحات جبران خليل جبران، يمكن حضرتك اتكلمتي عنها. ماري هاسكل، صح كده؟ ماري هاسكل، يس، نعم. هي أكثر إنسان مؤثر في حياته من عمر 21 لحتى وفاته. نعم. هو توفى عن عمر 48 سنة نتيجة للتليف الكبدي والسل بمرض حضرتك قلتي كمان كان ليه أخوات كانوا مصابين، صحيح، بنفس أخواته المرض ماتوا. ولا مش نفس المرض؟ لا، هو نفس المرض السل. ووالدته توفوا في عمر صغير كمان. صحيح. الو...
والدة اللي اسمها كاملة ومريانة. هذا هو ودي رسمته كل دي هناك، لوحاته الخاصة لوحاته بيه. الخاصة. عنده 700 لوحة كفنان، هو لا زالت لوحاته حول العالم تباع في أكبر الجاليريات أو معارض الرسم حول تمام العالم. تمام عنده لوحة أبيعت من حسب أحد المراجع، بيعت من قريب ب 182,000 جنيه استرليني، لوحة اسمها السيدة ألكساندر، يعني حديثا. فهو يعني ما زال لوحاته بتباع إلى الآن حول بأسعار العالم. حول العالم، صحيح. تمام، وفي إقبال عليها بشكل كبير إقبال جدا. كبير جدا، لأنه موهبته الفنية حتى يمكن يعني هم اثنين بيساندوا بعض، هم يعني وجهين لا يعبروا عنه، عن روحه، عن ذاته المتألمة المتوجعة يعني. فكان يعني هو برع كفنان تشكيلي ونحات أيضا، ونحات وبرع ككاتب أديب. تمام أستاذة تغريد، رغم كتابات جبران خليل جبران الرومانتيكية إلا أنه كان ليه مواقف في التبعية العثمانية. صحيح، وكمان كان ليه موقف سياسي. صحيح، بينادي العرب دائما بالاكتفاء الذاتي. كلمينا عن المواقف الخاصة بيه. حصل موقف يعني طلع عنده كل هيدا الإحساس الوطني، هو نعم. أخده من ناحية وطنية. بس بحب أذكر شيء قبل ما أذكر هالموضوع، عشان هو كتب في أكثر من مقال، هو كان يكتب مقالات كمان. هو كان العربي الأول المهاجر الذي قبل في البورد لمجلة سيفن أرتس الأدبية في أمريكا، وقال فيها: أنا شاعر مسيحي لكنني أحب الدين الإسلامي وأعشق الرسول محمد رسول الإسلام، وأحب أن أرى الإسلام في أعلى مكانة، لكنني أنا أطلب من المسلمين والمسيحيين في الشرق أن يتوحدوا ضد العثمانيين. لأنه تمام. اللي حصل أنه في موقف أنه 100,000 شخص ماتوا في بيروت وجبل لبنان، هيدا اللي أثرت عنده يعني خلته أنه يتحرك على أرض الواقع. ماتوا بسبب أنه العثمانيين كانوا حارمين الناس، يعني ماتوا من الجوع، كانوا حارمينهم ماديا ويعاملوهم أسوأ معاملة. فهو جمع وقتها يعني عمل مثل ثورة أو حركة كبيرة، جمع عدد كبير من الأموال، هو بنفسه وصلها إلى لبنان، وصلها للناس المحتاجين الفقراء، وفضل في كتاباته يحارب العثمانية لغاية ما أنها انتهت. تمام. أيضا ده بيدل على أنه المواقف سياسية ولا؟ ده الناس بيعتبروه موقف سياسي. هو قال يعني هو ما انكر هالشيء انه هيدا موقف سياسي، موقف سياسي لانه هو مع الحريه ومع التحرر، هو ضد اي قمع او اي معامله سيئه او ظلم يعني. تمام، احنا معنا صور دي استاذ تغريده على الشاشه، ممكن حد مي زياده. تمام، رسائل اللي مي زياده عايزين تحكي باستفاضه بقى. هحكي عنها وللنساء على انه كان بيعيش حياه منطلقه كمان. صحيح، انا هحكي الاثنين. حتى بسمتي من رسائله للنساء، لماذا؟ تبسمت لأنه يعني الفكرة الأولى اللي عند الجميع ما في أي، مهما حاول ناقد أنه يكسرها مش هيقدر. نقاد كتير قالوا يعني حديثا حاولوا يقولوا أنه لا، هيدا ما كان حب. خليني أبدأ بس بالبداية. اتفضلي. هذه الرسائل 37 رسالة على مدة 20 سنة نشرت في كتاب اسمه الشعلة الزرقاء. كتير قالوا من النقاد لا، هو لم يعترف لها ولا مرة باللفظ الصريح أنه هو بيحبها، لكن هي كانت تعترف وكانت بتحب، وكانت يعني ناس اعتبروا أنها هي وهبت حياتها وحبها، مع أنه كانوا كل يعني حواليها كل الكتاب والأدباء والمثقفين والناس مغرمين فيها وبجمالها، لكن هي كانت مثل راهبة في محراب حبه. بينما هو في المقابل، هيك بيقولوا النقاد بقى، في المقابل كان عايش حياته. يعني ذكروا أسماء سيدات ونساء، منهم باربرا يونغ اللي كتبت سيرته الذاتية، بالإضافة طبعا لماري هاسكل. ماري هاسكل كانت في عالم لوحدها 27 سنة، تعرف عليها وقفت حد، وهي لولاها هي اللي دعمته مدين حتى لما راح على باريس، كانت يعني نقطة تحول في حياته. نعم. ذهابه إلى باريس ورسم بورتري لرودان، هو يعني في ناس كمان صار يقولوا أنه هو قال أقاويل مش حقيقية. يعني أنا بعتبر هيدي كأنه غيرة أدبية من بعض النقاط. يعني أنا يعني ما يعني يعني قالوا أنه هو لم يتكلم الحقيقة، قال أنه هو كان من تلاميذ رودان، كما قال عنه ميخائيل نعيم. ميخائيل نعيم انتقده في بعض الأشياء، قال هو لم يكن النبي الذي كتب كتاب النبي. كتاب النبي الذي لازال الأشهر حول العالم، ترجم إلى 20 لغة، هو كتاب شعر متكون من 26 قصيدة. غنت له فيروز: أعطني الناية وغني منه، وإذا المحبة أومأت إليكم فاتبعوها. فيعني ما كلمتناش باستفاضة أكثر على علاقته بمي زيادة. أحكمل أنا، بس خليني أقول نقطة اتفضل. ذاتية شخصية خلتني حتى أحب أجي وأحكي عنه لجبران خليل جبران. هو ملهم الأول،
يعني انا قرات اول كتاب له كان النبي، يعني مع اني كنت في عمر صغير جدا، عمر 10 11 سنه، طبعا كان مخي مش ناضج اني اقدر افهم كل الكلام، لكني الكلام اللي انا حسيته بهاللحظه قلت وبكيت لما قريت، قلت انه في حد يعني قبل ما اسمع حتى اغنيه فيروز اعطيني النايه وغني، كانت هي جزء من الاثر، هو حد بيتكلم زيي بحس زيي، في حد في العالم بيفكر زيي او بحس زيي او فكر، فيعني ومن هون كان عندي مقوله يعني احساس بداخلي اني انا بدي ابقى كاتبه مثله، ولما حدا يقرا لي بس يقول هالكلمه، انا ما بدي شيء ثاني من العالم لما من كتاباتي اللي رح تبقى من بعدي غير بس يقولوا، اي قارئ او قارئه يقولوا هي بتكتب زينا، هي بتحس زينا، هي عايشه زينا. يعني هي المقولة اللي انطبعت كل حياتي يعني، وعشان ما أظن بقى نجيب محفوظ يعني هو جبران لا مسروحي وقلبي بكتاباته، وأنا مشيت على هالطريق كتير رومانسي وحبه غرامه بالطبيعة، عندي غرام ده بالنسبة يعني لحضرتك أستاذ تغريد، يعني حاسة إن أنت متوافقة معاه تماما. صحيح، عشان هيك عم أقولك، فعشان هيك انا ما بصدق النقاد، انا ليش عم اقول لك ما بصدق النقاد لما يقولوا انه هو غرر بمي زياده، هو ما قالها الحقيقه، هو اللي خلاها متعلقه فيه 20 سنه، هي كانت امراه حره وذكيه جدا وكاتبه ومبدعه. بالتاكيد نعم. فيعني هي ما في حدا ممكن يغرر فيها، هي كانت متعلقه فيه وبتحبه حقيقي، ورغم انهم لم يلتقوا. اوكي، نسج عنهم الاعلاميين والنقاد والكتاب انه هذه قصه الحب الافلاطوني العذري وهذه الاسطوره، لكن في الحقيقه يعني هي ما كانت باسف، ما كانت سلبيه في الموضوع، هي كانت عارفه حدود كل هذه العلاقه. هو ما كان قادر انه يجي لعندها ولا هي قادره تيجي لعنده، يمكن لامته في بعض الاوقات انه كان ممكن يلتقوا في باريس مثلا لما هو اجى على باريس في اوروبا وهي كانت بتروح الى باريس. يعني عشان هيك انا ما بصدق النقاد اللي بيقولوا انه هو كان مش لا يحبها، لا، ولكن انقسم النقاد الى استاذ قسمين. تغريد الى صحيح. قسمين، صحيح. في منهم من اللي قال ان في قصه اسطوريه ما بين جبران خليل جبران ما بين مي زياده، وفي منهم اللي قال ان هو لا شيء من الواقع، يعني اختلفت الاراء حول هذه الاسطوره العلاقه، حيث ان هم ما كانوش بيشوفوا بعض زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي. لم يلتقوا ابدا. نعم. صحيح. كل نعم. علاقتهم بالرسائل، البعض قال انه بالرسائل، يعني البعد بيخليك انك حر تقول، يعني تقول اللي انت بتحسه واللي بدك اياه، فعشان هيك هو لم يسعى الى لقائها، هيك احد من النقاد قال هيك. في ناس قالوا لانه يعني هو حنينه الى وطنه، هي كانت لبنانيه فلسطينيه، نعم. يعني امها فلسطينيه لكن ابوها لبناني، وكانت عاشت في لبنان، يعني صح ولدت فلسطين لكن عاشت في لبنان وعاشت بعد كده راحت الى مصر، يعني حنينه الى وطنه، هي جزء، هي الوطن. طب ده ساعد ده في واحد، شهرته، يعني ساعد في شهرته ورواج سيرته بشكل كبير ساعد في شهرته بين العشاق، كل فقط. العشاق يسعون الى كتابه والى رسائله الى، طب وهيدا شيء مش قليل كمان، يعني هيدا نص الحياه، الحب والاحاسيس هي نص الحياه، نعم نعم هيدا جزء من، مش هو اللي هيدا جزء كبير ساعد في شهرته وشهرتها هي كمان بالتالي، هما الاثنين مع بعض بالتاكيد. هو كان محتاج، خليني اقول لك، رغم حبه لماري هاسكل، بس حبه كان مش حب الرجل الى المراه، كان حب بيشوفها هي الملاك، الملاك اللي بتحضنه واللي بترعاه، وبنفس الوقت بس كان عنده احساس حسب قول مراجع كثيره، احساس ان هي كانت عم تحتضنه لانها ترثي لحاله، لانه كان فقيرا وكان مريضا وكان استاذ تغريد كان بيحب مين عشان نخرج فاصل؟ هو في الحقيقه ما حبش الا مي، انا هيك بقول، ما حبش. انت حاسه بايه؟ انه حب مي وبس، حب مي. طب نخرج فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا مره تانيه. Thank you.
جلست العثرة مثلي بين جفنات العنب والعناقيد تدلت كثريات الذهب. هل جلست العثرة مثلي بين جفنات العنب والعناقيد تدلت كثريات الذهب؟ هل فرشت العشب ليلا وتلحفت الفضا؟ هل فرشت العشب ليلا وتلحفت الفضا زاهدا فيما سيأتي ناسيا ما قد مضى؟ رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا ولازلنا معاكم وفنون الكتابة. مرة تانية بنستكمل حديثنا عن الشاعر جبران خليل جبران، وكنا بنسمع أستاذة تغريد أغنية رائعة من كلمات الشاعر جبران خليل جبران صحيح. وكمان كانت بتحمل كل لوحاته اللي موجودة حول العالم صحيح. وكمان مقبرته، حضرتك تعلق لنا على المقبرة. هو أوصى، خليني أقول أنه هو توفى في 10 أبريل 1931 في نيويورك. نعم. نيويورك اللي أقام فيها بشكل نهائي من 1911 ل 1931. نعم. توفى في 31، وكان من يعني أمنيته أنه هو يدفن في بلده في بشري في لبنان. تمام. فعملت أخته ماريانا على أنه نقلته، هي كانت الوحيدة اللي باقية من عائلته ما توفت، نقلته إلى لبنان، إلى يعني في المكان اللي كان يعيش عايش فيه أو يكتب فيه، وعملته دفنته هناك. وهو أوصى أنه يكتب على قبره يعني أنه أيها الزائر اللي أنت عم تزورني، أنا لست ميت، أنا حي مثلك، أنا لم أموت، أنا أغمض عينيك وسوف تراني حولك. يعني هو كان عنده إحساس بالخلود وأنه هو موجود، وأنه حتى بعد الموت عاوز أنه روحه هي اللي تبقى على تواصل مع الناس. هيدا جزء من اللي مكتوب على ضريحه. تمام. كان ليه محاولات للتمرد على التراث من خلال الكلمة المشهور بها لي لغتكم لي لغتي ولي ولكم لغتك صحيح. هي هذه أثارت حفيظة الكثير من نعم. الكتاب والأدباء العرب، ومنهم مثل ما قلنا قبل شوي مصطفى صادق الرافعي. يعني تأثر وثار جدا وقال من أنت لتعتقد أن اللغة هي ملكك حتى تقول لي لغتي ولكم لغتكم؟ من سمح لك بأن تمتلك اللغة أو أن هي ملكية خاصة لك حتى؟ وتكلم حسب القول الناقد، تكلم معه يعني بيرد عليه بصلف وتعال كبير يعني. لكنه في الحقيقة ناقد آخر اسمه مولود زادي، كتب في جزائري مقيم في باريس، كتب أنه هو كان والهادي العيادي برضو في طرق الكتابة عند جبران، أخبر يعني كتب في كتابه أنه هو الرائد التجديد في الأدب العربي الحديث. يعني لولاه ما وصلت اللغة أو الأدب العربي الحديث إلى ما وصلت إليه. تمام. كتابه عن النبية أو كتاباته وترجمتها لأكثر من 50 لغة. هل ناس تقول 50 ناس 20 50 لكن ما فيش يعني توافق على لا في أغلب المراجع 20 لغة بيقولوا وبعض الكتب القليلة بتقول 50. طب هل هذا بيتلاقى مع كتاباته المتصوفة؟ يعني إذا الصوفية عنده هي صوفية مطلقة، مش لأنه مثلا مسلم أو مسيحي أو نعم. لا دخل للدين بها، بيدعو كمان الوحدة ما بين الأديان صحيح. لأنه هو بيدعو للإنسانية. تمام. هي أهم شيء أنه هو الإنسانية عنده هي إنسان العنوان الكبير قبل اعتناقه لدين أو محبته لدين بالضبط. بالعكس هو كمان أثار حفيظة الرهبان عليه، يعني لما هو انتقدهم هم والحكام يعني في لبنان وقت الوقت اللي كانوا عايشين فيه، لأنه كان بيعتبر أنه ملاك الأراضي والأغنياء هم اللي كانوا عم يستفيدوا من الثروة وبيستغلوا الفلاحين، فهو من هاي الناحية يعني
فهم يعني مع انه هو كان في بدايه دراسته درس الانجيل ودرس اللغه السريانيه المكتوب فيها الانجيل. بس لكن تنوعت مصادر كتاباته ما بين التراث اللي يعني ليس العربي الاسلامي وما بين المسيحي الاثنين معا. صحيح، هو لانه ده الاساس، هو ده اللي درسه، هي اللغه العربيه ومصادرها وقراءاته بعد هيك، قراءاته الكبيره والغربي غير. ايضا ولا الاثنين يعني القراءات العربيه الإسلامي. هو هذا اللي خلاه عنده نكهه مختلفه ومميزه مش اي كاتب قدر يوصلها، طبعا بالاضافه الى موهبته الكبيره. لو ما عندوش موهبه اي شيء ثاني ما كان حيقدر يضيف له. قراءاته الغربية وقراءاته الشرقية ودراسته بالناحيتين يعني عملت عنده يعني مزيج بين اتجاهين فلسفيين مختلفين. تمام. أستاذة غريب، حضرتك يمكن من محبي جبران خليل جبران وقرأتي كل كتاباته قبل شهرته وبعد شهرته بعد إثراءه بالثقافة بشكل أوسع، شايفة إيه الفرق ما بينه؟ النقاد بيقولوا هيك بس أنا ما بلاحظ هالشيء بشكل كبير. اوكي، انا بلاحظ انه في اتجاه للروحانيه اكثر بعد شهرته وبيقولوا وثرائه، يعني انه صار يكتب بشكل روحاني اكثر، بشكل خيالي اكثر. هو بس الخيال كان موجود عنده من البدايه، من قبل يعني قبل ما يشتهر وقبل ما يكون عنده، ان كان في اللوحات وان كان في الكتابه، يعني في مواضيع اللوحات كتب عن مواضيع الفقر المدقع والفلاحين اللي عانوا، يعني كانت المعاناة بشكل واقعي متجسدة عنده، مثل في مرتا البانية واحدة من القصص اللي انتقدوا عليها انه احد الاثرياء اغواها وهي كانت مثل الملاك الطاهر وحملت منه وبعدين اضطرت انه تفارق مولودها ده دي قصته ليها الكوخ والقصر ولا لا؟ الكوخ والقصر قصه ثانيه في نفس المجموعه، بتتكلم عن الغني والفقير ايضا بالضبط، الفروق الفرديه ما بينه او فروق هو الطبقات. لانه عاش هالشيء، لانه عاش الفروق الاجتماعيه الكبيره جدا المؤذيه وعاش الفقر المدقع، لانه للاسف والده كان لا يعمل، كان سكير، ويعني كانت والدته تحاول انها تدبر حياتهم ومعيشتها هي والاولاد، وزوجها كان ممكن ياخذ منها النقود وكان مقامر يعني كمان. فهو يعني عاش الام كبيره، فيعني بس في بدايه كتاباته الاولى كانت واقعيه اكثر، على يعني بشكل ملموس اكثر. كتاباته بعد الشهره كانت روحانيه اكثر. نرجع تاني لكتابه عن النبي اللي تم ترجمته، حضرتك يمكن قلت ما بين 20 وما بين 50، يعني اغلب المراجع ترددت الاقاويل. صحيح، اغلب المراجع بتقول اخيرا حديثا اخر لغه هي الصينيه. نعم. ترجمه اليها، لانه كتاب هي اول شهرتها انها ترجمت الى الانجليزيه. يعني هذا اللي اعطاها هذا المجال والشهره، وما زال حتى الان حاليا على فكره عم يعملوا عنها فيلم انيميشن يعني او كرتون بيقولوا له، او سلمى الحايك. تمام. هي طبعا هي ممثلة من أصل لبناني، هي من أمريكا الجنوبية لكنها من أصل لبناني. سلمى حايك هي اللي قامت بهذا المشروع، هي اللي ملحقة هذا المشروع، وهي بتمثل فيه بصوتها طبعا يعني في هذا الفيلم. هو تم إنتاجه بالفعل وتعرض؟ تم لسه 2007. لم يعرض. بعده يعني يعرض بالمهرجانات، مختطفات في المهرجانات فقط، بس لم يعرض بشكل واسع في الصالات، لكنه مثل اعتبروه مثل ده مشروع. ده انيميشن ولا انيميشن. الفيلم ده حيكون انيميشن. هو اخدين كتاب النبي، اخدين منه اللوحات الموجوده فيه، اللوحات القصصيه حتى، مش بس اللوحه اللي قدام كل قصه، يعني هي القصه اللي مكتوبه او قصيده. يعني هو يعني جزء من الانتقادات لكتابته انه هو مزج بين الاجناس الادبيه، يعني ما بتعرفي هل هيدي قصيدة ولا قصة ولا خاطرة ولا، بس هيدا في بعض النقاد بيقولوا انه هذا خلاه يعيش اكتر. تمام. هل ده اثر في نفس القارئ المحب ليه جبران خليل جبران بالمحبة اللي كان بيحملها في نفسه اثناء كتاباته؟ اغلب القراء متأثرين ايجابيا وهم تعلقوا فيه اكتر، بينما بعض النقاد انتقدوه على هذا الموضوع، يعني انتقدوه انك ان هو ما استخدم جنس ادبي معين في كتابته، يعني في البعض انتقدوه كانه هو ولا يمتلك يعني ناصيه ان يكتب قصيده، لكنه حتى يثبت للنقاد انه هو يقدر انه هو يمتلك ناصيه لغته، ويقدر انه مع انه ثار على اللغه واستخدم مفردات جديده. كتب قصيدة المواكب الطويلة 203 أبيات على كبير على الرذم يعني على الإيقاعات الكلاسيكية. تمام. فأخذوا برضو بعض النقاد أخذوها ما أخذ ضده، وقالوا طب أنت كيف عم تنادي بالتجديد ورحت كتبت على القديم؟ يعني
اي شيء هو عم يتخذه هم بيجوا ضده بيكون لي نقد في كل كتاباته. بس هيدا النقد على فكره ساهم في شهرته اكثر. انا كنت لسه اقول ممكن يكون نقد بناء. في كان نقد بناء طبعا كثير. نعم. انا بس عم اقول لك الوجهتين النظر، يعني النقد البناء والسلبي. كتاباته عديده ومتنوعه. صحيح. احنا معانا الاول فاصل قبل ما ندخل على اسئله خاصه بالشاعر جبران خليل جبران، هنشوف فاصل عن الفيلم اللي انتجته سلمى حايك ونرجع نستكمل حوارنا مع ضيفتنا استاذ تغريد، ولكن بعد الفاصل. Nothing I do or say gets through to her. Do I hear a mouse? My name's Mustafa. What's yours? Mustafa, you bring a riot to our doorstep. Why do you persist with these rebellious speeches? I have only spoken with love. Nothing less than a call to rebellion. What are you doing up there? I am their prisoner. My crime? Poetry. Let me tell you a secret. I've flown away many times. We are spirits, free as the wind. In your longing for your greater self lies your goodness. Your children are not your children. And though they are with you, they belong not to you. What is it to work with love? Work is love made visible. لانها هيك قالوا بعض النقاد يعني. مرة تانية بنستكمل حوارنا معاكم عن جبران خليل جبران، ومعانا ضيفتنا اللي مشرفانا النهارده استاذ تغريد فياض، برحب بيكي مرة تانية. فعلا افدتينا ولسه هتفيدينا كتير من خلال حبك للشاعر المحب للطبيعة جبران خليل جبران. زي ما شفنا فيلم الانيميشن من انتاج سلمى حايك، وزي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان تم عرضه في مهرجانات في لبنان وايضا في امريكا، لكن لسه لم يتم عرضه في معظم الدول، صح كده؟ صحيح. بشكل شعبي في يعني في السينمات لسه ما لم يعرض. تمام. طيب استاذه تغريد، كتابات عديده جدا لجبران خليل جبران، يمكن الحمد لله بتحبي كل كتاباته، ولكن مش بتحبي دمع وابتسامه، بتحبي الارواح المتمرده والاجنحه المتكسره، ودي اعتقد كتير. كانت ليها رؤيه مختلفه جدا، رؤيتها مختلفه اللي هي الارواح المتمرده. نعم. عن النبي باللغه الانجليزيه. النبي هو بدأ دي باللغة العربية، هنا باللغة الإنجليزية. النبي كتب باللغة العربية لكنه ترجم إلى إلى الإنجليزية، والمجنون تم ترجمته بعد كده. تمام. دمان المجنون برضو ترجم إلى اللغة الإنجليزية. الأرواح المتمردة كان يعني مثل وقف في حياته، لأنه تكلم بشكل هو وحتى في الأجنحة المتكسرة في الاثنين تكلم بشكل كبير عن حقوق المرأة، تكلم عن كانت البطلة وردة، السيدة وردة التي زوجوها وهي صغيرة من رجل كبير جدا في السن وثري، لأنه ثري يعني كأنه اشتراها، كان ضد أنه الأهل يزوجوا بناتهم يعني ويحرموهم من حقوقهم يعني بالغصب، يعني كان من أوائل الكتاب اللي تكلم عن طب حقوق ده كان المرأة. ليه دور في أن الكنيسة تكون تقف بجانبه أو بجواره؟ لا بالعكس، الكنيسة كانت ضده، لأنه كانت ضده في الأرواح المتمردة انتقد الحاكم والرهبان وانتقد الملاك الأراضي والأثرياء اللي هم كانوا برأيه أنه عم يستغلوا الفلاحين اللي بيتعبوا، يعني أعطى صور حتى كبيرة في هالموضوع، الفلاحين اللي بيتعبوا ويجدوا ويجتهدوا عشان يعني يطعموا أبنائهم، بينما الأثرياء يعني قابعين في يعني
في سهراتهم وموجونهم ويعني وهم يمتلكون كل رأس المال، والفلاح الذي يشقى ويتعب كل هذه كانت لأنه في بداية كتاباته، فكانوا اعتبروها أنها واقعية جدا ومليئة بالمعاناة، فيعني هذا جزء من انتقاده. تمام. فكانت الكنيسة ضده لما يعني نعم. كتب. هل الشاعر جبران خليل جبران كان بيسعد دائما بالانتقادات الموجهة لي كما وجه المنفلوطي نقد لي، وكان سعيد جدا بهذا النقد؟ صحيح، هو كان سعيد لانه بيعتبر هلا في نقاد قالوا لانه بيضيف الى شهرته، لا هو لانه بيعتبر، انا كنت لسه هقول بيضيف لشهرته وبيتعرف اكثر. لا مش علشان هيك هو سعيد، يعني هو كان سعيد لانه انه رايك بينشاف، بيشوفوه الاخرين رايك عم يعني لانهم راوه يعني عم ينتقدوه كان سلبا او ايجابا، فهو بيقبل النقد بقى، هو كان عم يقبل هالشيء، فهو كان سعيد بهذا السبب، يعني لهذا السبب انه سعيد بانه المنفلوطي انتقد قصته ورده الهاني. وحتى طبعا والانتقاد دائما بيدل على ان الانسان ده ناجح او الكاتب او الشاعر او الفنان في اي من المهن. يثور الجدل حوله، فيعني تزيد شهرته اكتر. بالتاكيد. صحيح. نعم. حضرتك من محبي جبران خليل جبران شايفه اكيد مميزات كثيره جدا وعديده في كتاباته، اما هذه المميزات اللي لفتت نظرك ككاتبه وشاعره لبنانيه انك تقراي لجبران خليل جبران؟ أهم شيء أول شيء أنا حبيته عنده الروحانية. نعم. الروحانية، أنا مثل ما عم قلك الكتاب الأول اللي قريته كان النبي، فهو كان قمة الروحانية، التوحد مع الطبيعة، التوحد مع عناصر الطبيعة، الجمال الروحي وال يعني هذه العناصر، البساطة. كان لا يحب حياة القصور وكان يميل إلى الحياة البسيطة. لا مش هذا اللي لفت لي نظري، مش ما بيهمني هذا الموضوع. تمام. انه حب البساطة او عدم حبها ما بتهمنيك يعني. تمام. بس وصف الحياة في الغابة والتوحد محاكاته للطبيعة. فالغنى سر الوجود، يعني الموسيقى، كل يعني كل هالعناصر هي اللي اثرتني وهي موجودة في اغلب كتبه. اللي هي الناحية الروحانية والفلسفية. الناحية الصوفية يعني حتى عنده، أنا كتير أميل إلى هذا النوع من الكتاب، فهذا اللي أثر فيه وأثر أكيد في كتير قراء. تمام. هل حضرتك شايفة أن امتزاج القصة والشعر والسيرة الذاتية امتزجت أو اجتمعت معا ليه جبران خليل جبران في كتاباته؟ من ضمن انتقاد النقاد له انه انت يعني انه هو بما انه شال الحواجز بين الاجناس الادبيه، ما بطل الواحد عارف اذا هي قصيده ولا خاطره ولا قصه، يعني انا بشوف انه هذا الشيء ليس يعني هذا بعتبره من ميزات مش من السيئات، يعني مش من سيئات الكتابه انه حسب ما اعتبروها انه هذا شيء يعني نقد سلبي له، فهو انا بعتبره هذا شيء ايجابي. وهذا يعني في اغلب النقاد بيقولوا انه هذا ما ساهم في استمرار الى يومنا هذا، استمرار من 87 سنه تقريبا او 88 سنه صار له متوفي وما زال يعيش كانه كلماته عايش كمان يتغنى بها زي ما تغنت الفنانه فيروز وبعض الفرق الاجنبيه. صحيح. دي كل كتاباته، فاعتقد ان ده دليل على تميزه في مجاله. صحيح. لا زال للان كانه لا زال يعيش بيننا. يعني كسره لبعض القواعد اللغة وريادته لاستخدام شكل جديد في الكتابة بالعكس ساهم في أنه ينجح ويستمر إلى أكبر وقت ممكن ويتخلد. وأعتقد أن كتاباته مستمرة بسبب كل ما تغنى بكتاباته إلى الآن زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي. صحيح. أن ما زالت فرق أجنبية والفنانة فيروز. صحيح. مقاطع أغانيه وكتاباته وقراءه ولوحاته الموجودة حول العالم. حتى العشاق لازالوا دائما بيبحثوا عن رسائل كتاب الشعلة الزرقاء، رسائله لمي زيادة، رسائل متبادلة بينه وبين مي زيادة، لازالوا يعني مثل دستور للعشاق، يعني هيدا جزء يعني غير الأجزاء الثانية كمان من كتاباته، فهو بالعكس هو ساهم في خلوده إنه ابتكار أجناس أدبية جديدة والمزج بينها ساهم في خلوده ككاتب رائع ومبدع. كانت لي مواقف واقعية كتير، احكي لنا على أهم هذه المواقف الواقعية. مواقف الواقع بجانب اهتمامه بالرومانتيكيه وايضا الروحانيات. صحيح. كانت مواقفه تمام يعني بعيده عن كل الروحانيات والرومانتيكيه وكان قريب من الواقعيه. يعني ما قلت انا قبل شوي قصه مرتا البانيه اللي هي لما حكاها بالتفصيل هي كانت صحيح فيها الم
لكن كان فيها نقد كبير للمجتمع إنها كانت بنت رقيقة طاهرة مثل الملاك، أغواها أحد الرجال الأثرياء، وبالتالي حملت وأنجبت طفل، والأب تخلى يعني لم يعترف بهذا الطفل، اضطرت إنها تعمل في يعني تعمل في البارات والحانات، وبالتالي أن تتخلى عن طفلها، ويعني كل هذا الوصف هو وصف واقعي جدا، وصفه للفلاح اللي بيقوم يعني عندما يستيقظ في الصباح ويأكل الحليب والخبز، الأكل البسيط هو وأولاده وزوجته، كان عم يوصف بالدقائق كأنك يعني شيء عايشي معه عم تشوفيه قدامك يعني. هذا كمان كان شيء واقع، وكيف يذهب إلى الغابة ويعني كحطاب كيف بده بيكسر الشجرة، وكيف فانه عم بيبذل مجهود بدني قاسي، وبالمقابل الاثرياء اللي كانوا اللي يعني بيكونوا لا زالوا نائمين لانهم من اثار سهره البارحه الماجنه التي كانوا يعيشون. يعني هيدي هي اللي كانت الكتابه الواقعيه اللي عنده، يعني من جزء من الكتابات الواقعيه. استاذه غريده هنضويك ايضا لمشاهده فاصل للفنانه فيروز، نرجع نستكمل حوارنا عن الشاعر جبران خليل جبران، ولكن بعد الفاصل. الأرض لكم فالأرض تبتهج بملامسة أقدامكم العارية، والأرض لكم وشعوركم مسترسلة تتوق إليها ثانية. ومشاهدينا وما زلنا بنتحدث معاكم حول الشاعر والكاتب جبران خليل جبران، الشاعر المحب للطبيعة اللي أيضا صاحب رابطة القلمية وشاعر من شعراء المهجر. مرة ثانية برحب بضيفتي أستاذة غريد فياض الكاتبة والشاعرة اللبنانية، برحب بيكي مرة ثانية. أهلا وسهلا فيك. برحب بيكي. يمكن اتكلمنا عن الشاعر جبران خليل جبران بشكل كبير جدا، ويمكن أثرتينا بمعلومات قيمة وجميلة، ولكن باقي جزء هنتكلم فيه حول كتاباته الواقعية في كل كتاباته، وكمان كتاباته المتطهرة والروحانية. تمام، احنا تكلمنا عن الواقعية لما حكينا في القصص اللي المتطهرة الكتابات الروحانية والمتطهرة. ذكر ميخائيل نعيمة أنه كان في اتجاهين داخل روح ونفس واللاوعي حتى جبران. الفنان الحساس الرقيق الخيالي المكتفي بذاته، هيدا ده جزء هو كان بيحكي عنه ميخائيل نعيمة، والجزء الثاني هو المرشد والواعظ، يعني الشكلين أو الجزئين موجودين في كتاب النبي. فهو يعني هو يدعو للتطهر والتطهر الروحاني، يدعو للجمال، يعني
الاستمتاع بالجمال المترفع، يدعو لل يعني انه نعلي من الناحيه الروحانيه عندنا. في جزء قال عنه يعني انه ماري هاسكل سالته في مره، لانه اغلب لوحاته فيها اشخاص عراه، فهو بس بشكل نوراني يعني، مش هو كان بيعتبرهم مثل الملائكه، كيف انه الملائكه لا تلبس ملابس، هو كان بيعتبر الاشخاص بشكل عام كانهم يعني هم عراه من التقاليد وعراه من هيك برايه يعني، كان بشكل غير واضح يعني، مش العري الفج، كان بيقصد انه العري من التمسك بالتقاليد ومن يعني من التمسك بالواقع ومن التمسك بالاشياء الماديه في الحياه. فيعني هو طول الوقت كان عنده هذا الجانب الروحاني اللي سما فيه كثير يعني، وهو الجزء يعني هذا الجزء هو اللي خلاه يتعلق ويتمسك بمي زياده لمده 20 سنه الكلام. هلا صار في بينهم فترات انقطاع بسيطه نتيجه بعد المسافه بينهم يعني، لكنه يعني كل النقاد يعني اجمعوا على انه علاقته مع مي زياده هي كانت الجانب الروحي اللي بتغنيه روحيا اللي هو محتاج لها، خصوصا هو كان ابن القريه اللي عاش حياه بسيطه في بدايه حياته، ولما راح على المدينه في بوستن حيث اقاربه اول ما راح هو ووالدته، الحياه صخب الحياه والتحرر وال يعني الحياه المختلفه جدا عملت عنده مثل صدمه، ويعني النقاد بيقولوا انه فضل هيدي الصدمه في حياته كلها، من انه جزء البسيط الراقي الروحاني والجزء الصاخب يعني ومحاوله ملاحقه الحياه المتحرره. فيعني بقى عنده هيدا التناقض كل حياته، فبيعتبروا انه ما يزيد الجزء هذا الروحاني. والبعض النقاد اللي قالوا لا كان عايش حياة نسائية وعلاقات نسائية، هي كانت ممكن تكون صداقات مش ضروري تكون علاقات نسائية. صحيح. هي العلاقة الوحيدة اللي كانت يعني حقيقية في حياته هي رسائله لمي زيادة لا, لا كعلاقة واقعية أرض الواقع هي ماري هاسكل. يعني هي كانت كأنه مثل شيء روحي لإله كمان يعني، مثل الحامي والراعي لإله. فهي ما كانت حتى علاقة كرجل وامرأة يعني. التداخل ما بين القصة وبين كتاباته للشعر، تعليق حضرتك. هو يعني كمان من النقد اللي قال له انه هو بيحشر الانا طول الوقت، فهو بيحاول يظهر ذاته في كل شيء في القصه، فهو عمل التداخل عشان يظهر ذاته في القصه او في الشعر او في الخاطره او في المقال، حتى ما هو كان كاتب مقالات ايضا، فهو عشان يظهر ذاته عشان يظهر اكبر شيء من داخله من المه من الموجود في داخله، استخدم هيدا المزج بين الاجناس. فيعني هيدا هو التعليق على هيدا الموضوع. تمام. يعني سريعا احكي لنا على مقبرته ووفاته في نهاية حياته. هو توفى في 10 أبريل في 1931 في نيويورك. عن عمر 48 عام. عن عمر 48 سنة. كان مريضا بالسل بنفس مرض العائلة. وكمان التليف الكبدي هيك. نعم. مكتوب بالمراجع يعني. تمام. بس كان من ضمن أحلامه واللي حققت له إياه أخته أنه يدفن في لبنان. أنه يدفن في لبنان في قريتي في بشري اسمها، هي منطقة جميلة جدا لو أنت رحت زرتيها، أو بدعو الجميع أنه يروحوا يزوروها ويزوروا لبنان أساسا، منطقة رائعة وخلابة، يقدروا يفهموا ليش كان جبران هيك هالقد متميز وجميل. طبعا هو موهوب حتى قدر يصور هالجمال ويعرضه للآخرين. وفعلا تم دفنه في لبنان في مقبرته اللي وصى بيها. بالضبط. اللي هي في وادي القديسين جبل مار سركيس بقرب دير مار سركيس، هيك اسم المنطقة يعني. وأوصى كمان أنه يكتب على قبره يعني أنه أيها الزائر لي، أنا حي مثلك لم أمت، أغمض عينيك فتراني حولك. فهو كان يعني نفسه يعيش يعني فكرة الخلود هي الموجودة عند كل الكتاب طبعا، أكيد كل الكتاب والمبدعين حتى والفنانين، كل المبدع هو عنده فكرة الخلود، فهو عنده هيدي فكرة الخلود وجسدها بهيدي العبارة اللي طلب إنها تنحفر على مقبرته، وهو صار متحف لجبران خليل جبران يعني. هيدا المكان مش بس مقبرة لكن هي متحف، متحف كل شيء بخصه. نعم. حتى مخطوطاته اللي كتبها بإيده بالأول، رسوماته السكتشات اللي كلها موجودة في هذا المتحف. أنا بدعو الجميع إنه يزوروه يعني، حقيقي بتمنى الكل يروح، حيستمتعوا جدا، حيعيشوا حالة مختلفة، عالم تاني.
بالتأكيد نعم، وإحنا كمان عشنا معاكي حالة مختلفة، ومع فنون من فنوننا فنون الكتابة، عشنا معاكي لحظات جميلة ومعلومات قيمة عن الشاعر والكاتب جبران خليل جبران، وأفدتينا كتير بمعلومات قيمة. الشاعرة والكاتبة والمترجمة اللبنانية تغريد فياض، شرفتينا ونورتينا، شكرا لك. شكرا لك. شكرا، يعطيك العافية. ميرسي لك. شكرا مشاهدينا، وصلنا معكم نختام حلقتنا من فنون الكتابة. رب نكون وفقنا النهاردة في تقديم نبذة مختصرة وواضحة عن الشاعر والكاتب جبران خليل جبران، الشاعر المحب للطبيعة زي ما شفنا، وكمان مؤسس رابطة القلمية وشاعر من شعراء المهجر، وكمان كتب كتاب عن النبي وتم ترجمته لأكثر من 50 نسخة. دايما انتظرونا وفنون الكتابة.